بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. مستر حامد البيومي يرحب بكم في أولى حلقات الوحدة الثالثة من منهج العلوم للصف الخامس. اسمه إيه الدرس؟ اسمه مكونات التربة. اسمه مكونات التربة. هنعرف إيه يا أولاد؟ إن التربة دي تعتبر أحد العوامل الرئيسية لنمو مين؟ النباتات. وعلى فكرة التربة أو أنواعها بتختلف عن بعضها. طب بتختلف ليه؟ بتختلف في حاجات كتير جدا، اللون غير اللون، والملمس غير الملمس، والتماسك غير التماسك، وايضا في اختلاف بين مين؟ بين حجم الحبيبات اللي موجوده في التربه ونفاذ الماء ونفاذ الهواء. تختلف انواع التربه عن بعضها، وكمان هناخد انواع التربه. لكن في البداية تعالوا نقول مع بعض ما معنى التربة ومفهومها اللي بيجي في الامتحان، سواء في سؤال عرف أو في المصطلح العلمي. التربة هي إيه شطار؟ هي الطبقة الرقيقة المفككة التي تغطي معظم القشرة الأرضية وتنمو فيها النباتات. طب التربة دي مهمة في حياتنا؟ طبعا مهمة، وهنكتفي بذكر الوقت ثلاث أهميات لحد ما نروح لشرح درسنا اليوم. أول أهمية وأول فايدة للتربة إنه بتثبت جذور النباتات فين؟ في التربة. تاني فايدة ان التربة دي بتمد النبات بالماء والغذاء. تالت فايدة ان التربة تعتبر موطن لمعيشة كثير من الكائنات الحية الدقيقة في التربة، واللي بتعود على التربة بالنفع والفايدة في خصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة. فين باقي المعلومات؟ تعالوا نشوف في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا يا ولاد النهاردة بإذن الله أنهي درس؟ معنا الدرس الأول في الوحدة الثالثة والوحدة الأخيرة من منهجنا. اسمه إيه الدرس؟ اسمه مكونات التربة. وفي البداية زي ما قلنا في المقدمة، تعالوا نأكد على المعلومة ونشوف مفهوم التربة هو إيه، المفهوم اللي بيجي في الامتحان. التربة هي، أيوة قولوا معايا، عايزكوا تقولوا معايا، التربة هي الطبقة الرقيقة المفككة التي تغطي معظم القشرة الأرضية، ومش بس كده، وتنمو فيها النباتات. ده مفهوم مين؟ مفهوم التربة. عايزك تراجعه وتحفظه، بيجي دايما في سؤال المصطلح العلمي. السؤال التاني معانا، العوامل اللي أدت إلى تفتت التربة. عندنا 3-4 عوامل في منتهى الأهمية، تعالوا نشوفهم واحدة واحدة كده. أول عامل هو مين؟ هو اندفاع مياه الأمطار والسيول. العامل ده أدى إلى اندفاع المية فوق الصخور، مما أدى إلى تفتتها. طب العامل التاني، الرياح أدت إلى تفتت الصخور وتكسيرها. طب والعامل التالت، مرور زمن، مرور الوقت، وأيضا تغير درجة الحرارة أدت إلى تفتت الصخور. يبقى 3 عوامل مهمين جدا أدوا إلى تفتت وتكسير التربة. ونشوف سؤال آخر. السؤال اللي بعده، ايه محتويات وايه مكونات التربة؟ عندنا في البداية بعض المعادن اللي كانت نتيجة من تفتت الصخور، دي نمرة واحد. طب العامل التاني، مواد متحللة من الكائنات بعد موتها. احنا عارفين ان الكائنات يا اولاد بعد الموت ثم التحلل، نواتج التحلل دي عامل من العوامل اللي بيكون التربة. طب وايضا مين؟ كائنات دقيقة عديدة اللي بتبقى موجودة في التربة. ونشوف شريحة اخرى. معانا يا ولاد دلوقتي أهمية التربة، وده سؤال في منتهى الأهمية اللي بيجي في الامتحان. التربة مهمة جدا لأن لها بعض الفوائد. الفايدة الأولانية، بتثبت جذور النباتات في الأرض، يبقى هي العامل الأساسي في تثبيت الجذور. طب نمرة 2، تمد النباتات بمين ومين؟ بالماء والغذاء من التربة، يبقى هي وسيلة إمداد لمين؟ للمية وللغذاء. النقطة الثالثة، التربة موطن، مسكن لمين؟ لمعيشة كثير من الكائنات الحية. النقطة الرابعة، إن التربة وسيلة لإمداد الإنسان والحيوان بالغذاء والأكسجين. يبقى 4 عوامل دول هم مين؟ هم أهمية التربة وفوائد التربة، وده شريحة مهمة جدا جدا. النقطة اللي بعدها، معانا سؤال علل، بيقول لي إيه؟ ليه بتختلف أنواع التربة عن بعضها؟ النوع ده غير النوع ده غير النوع ده؟ الإجابة نقول له في أسباب أدت إلى الاختلاف.
لاختلاف كل نوع عن الآخر في مين؟ في الصخور والمعادن وبقايا الكائنات الحية. عمرنا ما هنلاقي أنواع التربة التلات عوامل دول موجودين بنفس النسب، هنلاقي في اختلاف في كمية الصخور أو كمية المعادن أو بقايا الكائنات الحية. تعليل مهم وسهل وبسيط. ونشوف سؤال آخر، كيف تكونت التربة الزراعية؟ فين؟ في مصر. ده عايز تاريخ التكوين بتاع مين؟ بتاع التربة الزراعية المصرية. تعالوا نقولهم يلا مع بعض. في البداية حصل تفتت لمين؟ لصخور هضبة الحبشة. طب بفعل وبسبب مين؟ الأمطار وعوامل الحرارة والرياح والمياه الجارية. كل هذه العوامل أدت إلى تفتت صخور هضبة الحبشة. طب عرفنا النقطة الأولى يا مستر حامد، طب اللي حصل كمان النقطة الثانية، تم نقل هذا الفتات بواسطة مياه الفيضانات، راح فين؟ لمجرى نهر النيل وبعدين لأرض الوادي، وفي النهاية ترصبت على هيئة طمي وطين. ويبقى دي حدوتة وقصة تكون التربة الزراعية فين؟ في بلدنا مصر العزيزة. السؤال اللي بعده، ملمس التربة، يا ترى كل ملمس التربة زي بعضه؟ قال لك لا، ده في أنواع للملمس. بعض الأنواع ألاقي السطح بتاعها أملس وناعم، بعض الأنواع من التربة ألاقيه محبب نقول عليه حبيبي، يبقى الأولاني أملس وناعم، التاني حبيبي، التالت ألاقيه في نسبة من الخشونة، سطح خشن، اللي بعده ألاقيه صخري. يبقى دول أربع أنواع لملمس التربة. النقطة اللي بعدها مفهوم مهم جدا، وبيجي فين؟ بيجي في الامتحانات. هو مفهوم مين؟ مفهوم الدبال. ايه هو الدبال؟ يلا نقول مع بعض، هو بقايا كائنات حية سواء كانت حيوانية او نباتية حصل لها ايه؟ تحللت واختلطت ايضا مع مكونات التربة وتزيد من خصوبة التربة الزراعية. يبقى فايدة الدبال انه بيزيد من خصوبتها ويجعلها صالحة للزراعة. نقول تاني التعريف، هو بقايا كائنات حية حيوانية او نباتية تحللت واختلطت مع مكونات التربة وتزيد من خصوبة التربة. النقطة اللي بعدها بيقول لي، يا ترى كمية الدبال دي تفضل ثابتة ولا ممكن تقل؟ عاملها لك في صورة ملاحظة، والملاحظة دي ملاحظة هامة. يلا نقول مع بعض، تقل كمية الدبال في التربة بسبب ايه يا مستر؟ بتكرار زراعة المحاصيل الزراعية. كل ما نزرع محاصيل كتير ونستهلك التربة في الزراعة تقل خصوبتها. طب والعمل والبديل نعمل ايه؟ قال لك نضيف بقايا عضوية. يعني ايه بقايا عضوية؟ يعني أسمدة طبيعية تعمل ايه؟ تعوضنا عن اللي نقص وتزود خصوبة التربة الزراعية. يبقى ادي العلاج مباشرة. النقطة اللي بعدها عامل لك شريحة جميلة نعرف فيها دور حاجات مهمة جدا، من اللي بتعيش فين؟ في التربة أو اللي بتسقط عليها. في البداية بيسألني دور أوراق النباتات بالتربة، الورق اللي بيسقط من النباتات على التربة وظيفته إيه؟ يعمل إيه؟ القصة أهي معنا، عندما تسقط أوراق النباتات على التربة يحصل لها إيه بعد فترة؟ تتحلل. طب وبعد تحللها تساهم في تكوين الدبال اللي بيجعل التربة خصبة وصالحة للزراعة. معانا معلومة أخرى، ما هو دور النمل والحشرات اللي بتبقى موجودة في التربة؟ يلا نقول يا شطار، بتعمل إيه أثناء مرورها في التربة؟ تصنع أنفاق في التربة. مش بس كده، وعندما تموت نستفيد منها أيضا، تتحلل وتكون الدبال. يبقى ليه دور وهي عايشة تصنع أنفاق في التربة، ودور بعد الممات تتحلل وتكون الدبال. سؤال هام. النقطة اللي بعدها، إيه دور جذور النباتات الموجودة والمدفونة في التربة؟ يلا نقول يا شطار، الجذور بتمتد الجذور في التربة ليه؟ للحصول على الماء والغذاء. ويبقى دي فايدة ولا مش فايدة؟ طبعا فايدة للنبات. مش بس كده، بتشبه الأرجل في الإنسان،
لولاها ما كانش النبات اتثبت في التربة. يبقى لها كم وظيفة؟ وظيفتين، تمتد في التربة للحصول على الماء والغذاء. طب والوظيفة التانية والعامل التاني تثبيت النبات في التربة؟ نيجي لسؤال آخر، ما هو دور ديدان الأرض الموجودة في التربة؟ يلا نقول مع بعض، فاكرين النمل والحشرات؟ أيوة، تحفر أنفاق في التربة، فلما تحفر أنفاق تجعل التربة يسيرة وسهلة لمين؟ لمرور الماء والهواء. نقولها بقى كاملة، تحفر أنفاق في التربة فتسمح للماء والهواء بالمرور بسهولة. الشريحة دي يا شطار شريحة هامة جدا جدا جدا. ونشوف سؤال آخر برضو على الأدوار، بيسأل على مين؟ دور الطبقة العلوية من التربة وأيضا الطبقة السفلية ودور الطبقات الصخرية. ناخدها واحدة واحدة مع بعض. أول حاجة الطبقة العلوية، إيه محتوياتها؟ قال لك الطبقة دي بتحتوي على الجذور وعلى الحيوانات وعلى الدبال. يبقى فيها كم حاجة؟ ثلاث حاجات مهمين، جذور وحيوانات ودبال. طب تعالوا نشوف الطبقة السفلية اللي بتقع مين؟ بتقع تحت الطبقات العلوية وتحتوي على قليل من الدبال. يبقى فيها ايه يا ولاد؟ قلة من الدبال، دي محتوياتها. طب الطبقة الصخرية، تعالوا نشوف موقعها ونشوف مكوناتها، تقع تحت الطبقة السفلى. يبقى مع ان دي اسمها سفلى ولكن توجد طبقة اسفلها اسمها الطبقة الصخرية. طب متقسمة؟ متقسمة، العلوية منها صخرية مفتتة والسفلية منها صخرية صلبة. يبقى هنا صخري وهنا صخري، ولكن العلوي مفتت، العلوي ايه؟ مفتت. انما هنا مالها؟ صخرية ايه؟ صخرية صلبة ونشفة. ودي سؤال مهم. ونشوف شريحة أخرى، الشريحة اللي بعدها نشاط جميل، بيقول لي مكونات ومحتويات التربة. أقول له تعايز المكونات منها كريمال؟ طب إيه الطريقة؟ هنعمل إيه وإيه الأدوات؟ الأدوات المستعملة، هنجيب مخبار اسطوان الشكل زي اللي انتوا شايفينه أمام أعينكم، وهنجيب عينة من التربة الزراعية، ناخد كبشة كده باليد ونضعها فين؟ في المخبار. طب الخطوات إيه؟ نمرة واحد، نستخدم المخبار الاسطواني ذو الفوهة المتسعة، زي ما انتوا شايفين الجنب ده يمثل مين؟ يمثل الفوهة المتسعة. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نضع فيه عينة من التربة الزراعية اللي انا اخدتها. نمرة تلاتة، نملأ المخبار بالماء لحد فين؟ قرب حفته، ونغلقه جيدا زي ما انت شايف، ادي الحفة وادي النهاية بتاعت العينة، يبقى قرب الحفة. طب وايه كمان؟ نرج المخبار جيدا ثم نتركه لمدة ربع ساعة. هيحصل ايه يا ترى؟ مش هقولك الا ما نقول الملاحظة. الملاحظة هنلاقي حصل تفكك لمين؟ لمحتويات العينة الزراعية اللي هي عينة من التربة الزراعية. طب هلاقي مكوناتها ايه؟ هقولك المكونات من أسفل، وامشي معايا وبص. دي نمرة واحد تمثل الحصى. طب الجنب دون نمرة اتنين تمثل مين؟ الرمل، جزيئات كبيرة من الرمل. طب المنطقة دي تمثل مين؟ دي المنطقة الثالثة، شايفينها اللي أنا ماشي عليها؟ تمثل نوعية من عينة التربة تسمى الغرين. طب دي العينة نمرة كام؟ نمرة أربعة، جزيئات من الطمي. طب وهنا المية بعد انفصالها، دي المنطقة نمرة خمسة. طب والمنطقة الستة اللي موجودة في إيدي تمثل مين؟ تمثل الدبال اللي بيساعد على خصوبة وصلاحية التربة للزراعة. يبقى لما نيجي نقول العينة نقول المحتويات منين؟ نقولها من أسفل. تعالوا قول معايا بأغنية جميلة، حاصى رمل غرين طمي وماء ودبال. نقولهم عشان تحفظهم وتمشي بالترتيب، يلا. مكونات العينة التربة الزراعية من أسفل، حاصى رمل غرين طمي وماء ودبال. كده خلصت حلقتنا اليوم، وأول درس في الوحدة مكونات التربة عايزكم تركزوا فيها على حاجتين مهمين، مفهوم التربة تحفظه كويس، وكمان أهمية التربة. وما تنساش أي استفسار أي سؤال ابعته بإذن الله رد عليك، ولو عجبتك الحلقة
لايك شير سبسكرايب، ونتقابل على خير إن شاء الله في الدرس الثاني من الوحدة الثالثة.